السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكو اللي عايز محصول المانجو بتاعه يبقى يثبت فيه إثمار زي كده، زي ما عندنا كده ما وقعش كله زي ناس كتير، وزي ما الناس اشتكت السنة دي من العواصف. ما العاصفة جت هنا، احنا برضه حصل عندنا عواصف، وكنت بصورها عندكم هنا على القناة. اللي مش مصدق يراجع القناة هيشوف العواصف. تمام يا جماعة، اهو شايفين، لو مش عاجبكم الشجرة دي ثانية واحدة هنروح لشجرة غيرها واوريكم برضو الحملة عندي في كل الاشجار. اهي دي شجرة تانية يا جماعة، اهي ونوع تاني كمان مختلف، يعني دي شجرة زبدية. فاهم، هوريكم دلوقتي برضو في عندي اشجار كيت. تمام، والعلم بالشيء على فكرة الاشجار دي مش مزروعة لوحدها، الأشجار دي مزروعة في بستان موالح. تمام، وبتتعامل نفس معاملة الموالح، بس أنا ماشي على برنامج تسميد، وعلى فكرة بوصفه لكل مزارعين المانجا ولكل حقول المانجا أو بساتين المانجا اللي أنا بشرف عليها. تمام يا جماعة، تمام، بس أنا ما بصورش في أرض حد على فكرة، أو في بساتين حد إلا لما أستأذنه، فعشان كده أنا بصور في حاجتي الخاصة، إن ده بستان خاص، فعشان كده النهاردة بصور لكم فيه. تمام، نيجي مع بعضنا عشان ما نطولش في الكلام، نقول لكم على برنامج التسميد اللي انا متابعه. تمام يا جماعه، اللي انا متابعه وماشي عليه. انا ابدا يا جماعه خدمتي، ببدا خدمتي من ديسمبر ويناير، من ديسمبر ويناير بنضيف ايه؟ بنضيف لكل شجره، هو على العموم الفدان يا جماعه بيبقى فيه من 50 او اقل من 50 شجره مانجو، الا بقى لو المانجا كيت، يعني لو مانجا زبديه زي دي. كنتوا شايفين الشجره قد ايه فوق؟ تمام، والطرح فيها اهو زي ما انتم شايفين. تمام كده اهو، بس اكمل. انا بصور يا جماعه في وقت الغروب دلوقتي، والغروب الشمس جايه، مش هعرف اوريكم من فوق كده، الشمس بتصد في الكاميرا مش هتشوف الطرح، الا ما هلف دلوقتي واوريكم. تمام يا جماعه، تمام، بنبدا من ديسمبر ويناير. ديسمبر ده اللي هو الشهر السنه 10 من الاشهر الميلاديه، ويناير ده اللي هو الشهر الاول من الاشهر الميلاديه، اللي هو كانون الاول وكانون الثاني. تمام، كانون الاول وكانون الثاني. طيب، هو يناير ده تقريبا كانون، يعني هو يناير هو الكانون الثاني، وديسمبر هو اللي كانون الاول. طيب، وفبراير اسمه شباط، وتقريبا ومارس اسمه آذار. طيب، نيجي بعد كده بنحط ايه بقى؟ السوبر فوسفات. هتقول لي يعني ايه سوبر فوسفات؟ بنحط لكل شجره 2 كيلو. السوبر فوسفات ده يا جماعه اللي هو خامس اكسيد الفوسفور، بيبقى مكتوب على الشكاره كده، الشكاره بتاعته في مصر هنا، انا بتكلم على مصر، في شكاير لونها شفافه وفي شكاير لونها اصفر. الاثنين بيبقوا خامس اكسيد الفوسفور. تمام؟ بس اللي هو لونه اصفر بيبقى يعني قليل شويه عن اللون بني، بس لونه يعني الاثنين في الاخر نفس الغرض، عشان بس ما حدش يروح لبعيد. اللي عايز يشتري ده يشتريه، واللي عايز يشتري ده يشتريه. بره مصر بقى انا بقول لكم على اسمه السوبر فوسفات او خامس اكسيد الفوسفور، زي ما هو مشهور عندكم تجاريا اشتروه بقى يا جماعه. تمام، بس هو انا بقول لكم على اسم العلم عشان تبحث على النت عندك وتشوفه عندك اسمه ايه في البلد اللي انت فيها وما تدورش كتير. طيب، نيجي بعد كده بنحط مع السوبر فوسفات السماد البلدي. السماد البلدي يا جماعه بيتحط في الارض الرمليه كل سنه. السماد البلدي اللي هو ايه؟ السماد العضوي. يعني ايه سماد عضوي؟ يعني هو سماد المواشي مثلا، يا سماد المواشي يا زرق الدواجن يا الكلام ده كله. يا سماد المواشي يا زرق الدواجن يا الكلام ده كله. هتقول لي ما التسميد ده احنا ماشيين تمام، برضه احنا بنحط الحاجات دي كلها. انا بقول برضه في ناس ما تعرفش، انا لسه هقول لك حاجات تانية غير التسميد، انت خليك معايا لاخر الفيديو ان شاء الله. انا مش هسيب الفيديو يطول، بس خليك معايا، انا قربت اخلص التسميد كده كده، لسه هقول لكم على حاجات اكتر واكتر تخلي المحصول ما يقعش، وتخليك يبقى عندك كميه كبيره من المحصول، بحيث ان لو وقع منه نصه يفضل النص التاني. تمام، احنا مش برضه مش هنحوش اللي هي القدره اللي هي كلها، يعني طيب، يعني مش هنحوش احنا قدره ربنا، بس احنا بنعمل بالاسباب، بناخد بالاسباب اللي علينا. طيب، بعد كده يا جماعه بنحط بقى ايه؟ بنحط 50 كيلو للشجره. طب هتقول لي انت بتقول للشجره كده لوحده، طب هنحسبها. طيب، الفدان يا جماعه من السوبر فوسفات بيتحط لهم 250 ل 300 كيلو جرام، دي من السوبر فوسفات. طب بالنسبه لي السماد البلدي او السماد العضوي، الفدان مثلا هنقول فيه
50 شجرة، ده من الأشجار الكبيرة الزبدية دي، أنا من الأشجار الكبيرة بيبقى فيه أشجار كتير جدا، تمام؟ 50 شجرة، 50 شجرة اضربهم في، هنحط 50 كيلو، بيتحط لك 50 كيلو برضه سماد بلدي أو سماد عضوي، الشجرة الكبيرة في السن اللي زي دي كده بتحط لها 50 كيلو، والشجرة الصغيرة بتحط لها حوالي 20 أو 30 كيلو، اللي هي ما وصلتش ل 10 سنين لسه. هنضرب ال 50 في 50، نزل الصفرين والخمسة في خمسة ب 25، يعني 2500 كيلو، اللي هم 2 طن ونص، 2 طن ونص أو 2500 كيلو للفدان، تمام يا جماعة؟ تمام. نيجي بعد كده ليه اللي هنضيفه بعد كده، في الخدمة يا جماعة اللي بتضاف في بقى مارس ومايو ويوليو، مارس ومايو ويوليو. هتقول لي مش معنى مارس ومايو ويوليو، ما هو مارس هنحط فيه اول دفعة من الازوت، معاه اول دفعة من الازوت بتحط للشجرة قد ايه؟ من 100 ل 300 جرام ازوت للشجرة. طب هنحط ايه الازوت؟ سلفات النشادر، احسن حاجة للمانجو سلفات نشادر او كبريتات النشادر. طب هتقول لي مش معنى كبريتات النشادر هي احسن حاجة للمانجو؟ المانجو ممنوع معاها يا جماعة تحط يوريا، سماد اليوريا، السماد الازوت بتاع اليوريا ممنوع، ممنوع منعا باتا للمانجو. طيب نيجي لتاني حاجة، بعد كده قلنا هنحط الازوت على 3 دفعات، اللي هو مايو مارس ومايو ويوليو، اليوليو اللي احنا فيه ده اهو، احنا في شهر يوليو دلوقتي اللي هو الشهر السابع من الاشهر الميلادية. طيب هنحط 300 جرام سلفات نشادر، وهنحط معاهم برضو سلفات بوتاسيوم. طب سلفات بوتاسيوم دي هتحط قد ايه؟ بصوا يا جماعه، المفروض بتحط كيلو ونص لكل شجره على 3 دفعات، اللي هو مارس ومايو ويوليو. مارس اللي هو الشهر الثالث من الاشهر الميلاديه اللي هو اذار، مايو اللي هو الشهر الخامس، يوليو اللي هو الشهر السابع قلنا. طيب احنا في دلوقتي، احنا في شهر 7 دلوقتي، ماشي. نيجي قلنا نحط سلفات بوتاسيوم، سلفات البوتاسيوم انا عمال بس بدقق يا جماعه، بدقق عشان بس الناس اللي عايز يكتب يكتب ورايا، اللي عايز يفهم يفهم ورايا، تمام؟ معلش الفيديو ده يطول شويه، بس معلش استحملوني واسمعوني، معلش يعني استحملوني واسمعوني، والله بقول لكم لمصلحتكم. بيتحط حوالي 75 جرام للشجره، لان هو كيلو ونص، اما هتضيفه مثلا هتحطه على 3 دفعات تحطه نص كيلو، ولا يا جماعه 500 جرام لكل شجره، 500 جرام لكل شجره، ما كيلو ونص هيبقى 500 جرام لكل شجره، معلش اسف يا جماعه، 500 جرام لكل شجره، نص كيلو يعني، نص كيلو او 500 جرام لكل شجره على 3 دفعات، في مارس ومايو ويوليو، اللي هو اذار او الشهر الثالث والشهر الخامس والشهر السابع. طيب دي بالنسبه للخدمه اللي بتتحط في الارض، تمام؟ تمام. نيجي بقى في طبعا فوسفور، الفوسفور ده بيتضاف دلوقتي، بنضيفه بوتاسيوم مع فوسفور رشا على الاشجار كده، انا برش دلوقتي يا جماعه بوتاسيوم فوسفور معاهم ايه؟ مبيد لذبابه الفاكهه، مبيد لذبابه الفاكهه، اشوف مبيد مثلا زي اللمباضه بيتضاف مع البوتاسيوم والفوسفور واضيفه عادي معاهم في الوقت ده في شهر يوليو اللي هو احنا فيه الشهر السابع من الاشهر الميلاديه. طيب فوسفور وبوتاسيوم اهم حاجه يا جماعه دلوقتي عشان التحجيم، الفوسفور والبوتاسيوم اهم حاجه، فوسفور بوتاسيوم اهم حاجه، فوسفور بوتاسيوم. طيب طب دلوقتي يا جماعه ايه اللي يخلي الشجره تشيل ثمار كده وما تقعش؟ اللي بيلقح المانجو يا جماعه، اللي بيلقح المانجو الذباب، الذباب الطير، مش الطير بقى اللي هو الطير اللي بيطير، لا الذباب، الذباب يا جماعه، الذباب الاسمر، الذباب بجميع انواعه بيلقح المانجو. طب اعمل ايه عشان الم الذباب؟ ممكن يا جماعه اجيب السماد البلدي قبل الزهره بفتره واحطه تحت الاشجار بحيث ان يعمل ريحه كريهه تجمع الذباب تقوم تلقح للاشجار، تمام يا جماعه، واتخلص من الاكرسات اللي موجوده في الشجر دي، اتخلص منها تماما كل سنه. الشجر دي يمكن مهمل شويه هنا موجود، وكان بس اكون كانوا متخلصين منه، هو حاليا في البستان عندي كنا متخلصين منه، بس هو فيه انبت تاني جديد بس هيبتدي يتخلصوا منه، تمام؟ دي الحاجه التانيه، لان ده ما بيخليش العقد يمسك وبيخلي العقد بيبقى ضعيف بعد كده، اي شويه هوا بيوقعوه. الاكاروس ده يا جماعه اهو شايفين ده يا جماعه، الاكاروسات دي لازم تتشال كل سنه، تتشال بجزء ويترش بيض فطري بعدها،
تتشال بجزء من الفروع، تتشال بجزء من الفروع حوالي 10 15 سنتي، وتترش من بيض فطري. تمام يا جماعه؟ تمام. وهنستكفى النهارده بالقدر ده، وهنعمل فيديو تاني نكمل فيه، وهنعمل فيديو عن تبادل الحمل في المانجا، يعني بتطرح سنه وتغيب سنه، هنعمل فيديوهات عن الكلام ده كله. والسلام ختام، وانتظروا الفيديوهات، هنعمل سلسله كامله متكامله عن المانجو، لان شايف ناس كتير بتشتكي من المانجو في هذه الايام. واللي عنده اي سؤال يسيبه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.